فكرة النهاردة بتتكلم عن الخوف. الخوف اللي بنسمع عنه النهاردة ان ملا قلوب الناس الخوف من انفلونزا الخنازير. يا ترى الناس بتخاف ليه؟ ليه احنا بنخاف؟ احنا بنخاف عشان خاطر حياتنا بنخاف عليها. مرات كتيرة الواحد لو حس ان الحتة دي وجعاه فيها القلب بيخاف، او جاله حاجة في المعدة بيخاف، يسمع عن مرض جه لحد يبتدي يخاف. يا ترى بنخاف ليه؟ احنا بنخاف على حياتنا، لكن التفسير الحقيقي ان احنا بنخاف ان احنا نموت والحياة بتاعتنا تنتهي. بنخاف حياتنا تنتهي لان احنا مش عارفين مصيرنا فين بعد كده. لكن خلينا نرجع، فكرة الخوف جت منين؟ الله لما خلق آدم خلقه في أكمل وأحسن صورة، ما كانش بيخاف، لكن بمجرد أن آدم عصى وصية الله وأكل من الشجرة إلا الله نهى عنه أن يأكل منها، دخل الخوف في آدم. ولما دخل الخوف ابتدى الله ينادى على آدم، أنت فين؟ قال له أنا خشيت، سمعت صوتك أن خشيت لأن أنا عريان، أنا خشيت، أنا خفت منك. ومن هنا دخل الخوف، وأصبح الإنسان بيخاف من الله. مش بيخاف من الله بس، لكن كمان بيخاف من فيما بعد الموت. لكن هل في حل لمشكلة الموت؟ في حل. الله بيحب الإنسان، الإنسان غالي جدا على قلب الله، ولا يمكن الله يسيب الإنسان بعد سقوطه. عشان كده دبر أحلى خطة في الدنيا، أحلى خطة، وهي إن إزاي الله ينقذ الإنسان من الموت الأبدي ويصنع له خلاصا، دبره في شخص المسيح. يا ترى هل انت خايف ولا مش خايف النهارده؟ انت بتسمع، هل انت عندك اطمئنان وسلام من جهه الابديه بتاعتك ولا لسه خايف؟ يا ترى الموت بيشكل لك خوف ولا انت فرحان انك انت متاكد هتروح فين بعد الموت؟ النهارده انا بجيب لك خبر كويس قوي، انك تقدر تتاكد هتروح فين بعد الموت. انت تقدر تتاكد هتروح فين ولا مش هتقدر؟ انا النهارده بجيب لك خبر كويس، انت تقدر تتاكد هتروح فين بعد الموت.